قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار. إذن أنا محمد ميكو فنان تشكيلي، الآن حنايا في الصالون الوطني ديال الفنون التشكيلية في مدينة المحمدينة. الآن نتواجد في رواق ديال الشعيبية طلال. هذا الطابلو هذا من غادي تيعد من اغلى الطابلوات ديالها. هذا يتراوح الثمن ديالو 300 مليون فما فوق. اذا المرحومه الشعيبيه طلال، الان انا كفنان مغربي وكفنان من مدينه فاس محمد ميكو جو تيموان بور سو طابلو. هذه لوحه ما عندهاش ثمن، لوحه باش ما كانت رخيصة. رحم الله الفنانة الشعيبية طلال، ومرحبا بنا في رواق ديالها الآن قدام اللوحة ديالها. والسلام عليكم ورحمة الله.